وزي ما احنا شايفين واقعة مؤلمة للغاية. شاب في يعني بداية مرحلة حياته، وتم الاعتداء عليه حتى انهاء حياته جنب مشروعه، المشروع اللي بدأ فيه علشان يكون نفسه ويكون مستقبله. في ظهور عمره الشاب جه بسبب خلاف بسيط على مبلغ لا يذكر، وهو قيمته 5 جنيهات. الشاب راح يعني راحت حياته، انتهت حياته علشان 5 جنيه. نرجع للبداية واللي حصل، وازاي الخبر وصل لها، وازاي استقبلت الموضوع وقادرة تتكلم حتى الآن. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. دوام لله. احكي لنا القصه من البدايه. انا كنت في البيت تاني يوم العيد، وهو من قبل العيد كان ما بينزلش كتير عشان الجو نايم وكده وما فيش شغل. هو كان شغال ايه الاول؟ بتاع كبده. تحت كوك. 48 49 49 سنه. كملي يا حاج. فانا واقفه في المحل بتاع اخوه في رمضان، بيروح ويجي عليا، ازيك ياما، عامله ايه ياما، يخش لي يسلم عليا وهو ماشي يقول لي ادعي لي ياما، ربنا معاك يا ابني، ربنا يرزقك يا ابني كده. جه طبعا العيد وكده، ف يعني يومين العيد دول ما شفتهوش فيهم كتير، شفته تاني يوم العيد وهو ماشي زي ما يكون ماشي مش شايف قدامه، ماشي واحده واحده. فعايزه ارجعه تاني، فقلت يتوكل على الله عشان حرام ان هو رايح على اكل عيشه واندهله. فببص لقيته مشي، فاخوه اتصل بيا وهو جاي في الطريق من السويس وكده، جاني بص عليا وكلمني وكده، قال لي ده محمود طلب مني انابيب وبتاع وديتهم له. مسافه اخوه ما جه ما فيش ثواني، ما فيش تلت ساعه، لقيت بعد عنك الجيران ونسايب ابني التاني رايحين جايين يعيطوا قدامي وانا واقفه في المحل، وانا كان داخل عليا الواقعه قبلها بيومين مصدومه، يعني ما باكلش ما بشربش مش عارفه اركز، في حاجه غلط، حاسه في حاجه حاجه غلط، حاجه داخله عليا صدمه. في صدمه داخله عليكي، داخله عليا بتستعدلها. مش قادره. اتفضلي يا حاجه. فمش عارفه اعمل ايه. فالناس بقوا يكلموني بيقولوا لي مالك، طب كلي، طب اشربي، طب كده، انت سايبه نفسك ليه كده؟ قلت لهم مش قادره امسك نفسي، انا في حاجه داخله عليا. فببص لقيت عامر يعني داخل عليا سلم عليا وكده، روح بيته. بعدها لقيتنا سايبه الابن التاني وولاده صغيرين بيجروا وعيطوا، ونسايبه حتى الحريم بتعيط وتصرخ ناديت على البنت الصغيره، تعالي يا فريده في ايه؟ طبطبت عليها خدتها في عب كده، قالت لي يا تيتا عم محمود اتقتل. خدتها في حضني قلت لها مين اللي قال لك يا حبيبتي؟ قالت لي ماما. لا حول ولا قوه الا بالله. رحت واخداها في حضني، بعد عنك بقيت اشيل البنت واقعد بيها، الناس اتلمت وسويت سويت سويت، مش عارفه امسك نفسي. يعني لقيتهم بقى راحوا جايين عليا، اللي هم ما كانوش راضيين يقولوا لي، وابني كان مقرط عليهم ما يقولوش عشان انا عندي سكر، خايف عليا لا اقع. خايفين عليكي فعلا. فهم كلهم راحوا ملمومين عليا، وبقوا يثبتوني وقعدوني ووقفوني، ومش بقيت بغنك مش شايفه قدامي واجري، ودي الناس الغريبه قفلت المحل وكده ودخلوا لي الحاجه، ومش عارفه اعمل ايه. جت مرات ابني قالت لي ومعاها عربيه ومعاها ناس كتير جريوا على الدائري، بقول لهم هو فين دلوقتي؟ قالوا ايه ده الاسعاف هتشيله. ما فيش، انا مش مصدقه ان ابني مات، مش مصدقه خالص. ماشي قدام يطلع من بيته على المشرحه عشان حاجه بسيطه، عشان حاجه لا تذكر. طب حكولي في الموقف، حكولي في القصه بقى، ازاي تم التشاجر وازاي ايوه هو زي ما بقول لحضرتك كده، هو كله علشان انا دلقت جيركنين، هو بيقولوا عليهم 4، وابني بيقول له دول جيركنين، واللي جنبه بتاع شاي برضه قال له دول جيركنين، هو شايفهم بعينه جركنين ميه، ازاي تقول عليهم 4؟ قال له هو كده، وهاخد حق 4 جراكن. قال له يا عم طب سيبه لما يسترزق وربنا يعدلها، هيديك اللي انت عايزه. لف من جنبه كده، جه من الناحيه الثانيه لقى سكينه على الترابيزه كان لسه هيشتغل، خدها وجه في الحته اللي هو عارف ان دي هتموته، وراح مديله في قلبه. السكينه فضلت في بطنه، فابني من حلاوه الروح ووجعاه بينتشها، راح واقع، راح مرمي على رصيف دماغه اتفتحت. لا حول ولا قوة الا بالله.
لا حول ولا قوة إلا كل الناس بلغتنا وبلغت اخوه. اخوه كان لسه مروح، راح مبلغ احمد ابنه، كان رايح طريق جمال عبد الناصر في الحرفيين. تم القبض على المتهم طبعا. طبعا طبعا. جري جري بقى بالسكينه وراح رميها وقال انا قتلته قتلته، بيجري بقى ناحيه اسم السلام، الاهالي كلها جري وراه قفشوه. فكر ان هو يقدر يهرب يعني. ايوه ايوه. اتمسك واتقبض عليه. شفتيه طيب بعد ما اتقبض عليه؟ والله يا ابني ابدا انا ما روحتش دلوقتي. لا ولا الهوا. ولا الهوا. طيب ابني ما تهدر عشان 5 جنيه. ما تهدر، يتم 4 ولاد، 4 ولاد اتيتموا وست مراته. دمر اسره عشان 5 جنيه. دمر اسره عشان 5 جنيه. يا ريته بعت لاهله، يا ريته بعت لاخواته، يا ريت لاي حد اللي انت عايزه يا عم خده وما تقتلوش. طبعا. حاجه فاضيه. النفس غاليه اصلا. ايوه يعني ايوه غالية. يا ابني ده دنا. النفس غاليه ازاي؟ ازاي يبقى ثمنها 5 جنيه؟ يعني شايف وتوقع الروح. شاب زي الفل تموته عشان 5 جنيه؟ لا طبعا. ده اللي بيشرب علبه سجاير النهارده بيدفع 50 جنيه و45 جنيه وبتروح في الهوا. انت تموت شاب زي الفل عشان 5 جنيه؟